ناسي ما نقلك اليوم ألف مبروك على أغنيتك الجديدة طفوا الضو. خبرينا أكثر عن هيدا العمل. طفوا الضو مثل ما قلت فابيان، هي أغنية ريتميك شوي مختلفة عن اللون اللي قدمته قبل. فهمت؟ العمل مع أنه أنا قدمت أشياء ريتميك بس يمكن الكلام شوي غريب. الفكرة اجت من أغنية زياد الرحباني كمان فيها بنص الجو بيطفي الضو. يا سيدي إذا عاملة له العملة على واطي بالجو صراحة، يعني لما سمعنا الغنية لما أنا سمعت الغنية مرة هيك على الراديو يا منظرك الله ده شيء ده جميل.